بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي. زي ما احنا عارفين ان مرض الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي ده ليه اسم تاني مشهور بيه اسمه الفافيست، او بقول عليه اللي هو انيميا الفول. هنعرف دلوقتي ليه اسمه انيميا الفول، والغرض من الفيديو ده ان احنا نقول ازاي الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز بيحصل، يعني ازاي الطريقه اللي بيحصل بيها المرض ده داخل الجسم. اول حاجه، المرض ده مرض وراثي، دي معناها ان بيبقى فيه مشكله في الجينات المسؤوله عن تكوين هذا الانزيم. فبالتالي هنا الشخص المصاب بجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز بيبقى شخص طبيعي جدا وعايش عادي، لكن تحت تاثير ادويه معينه او اطعمه معينه بيحصل هنا تظهر الاعراض بتاعه اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي. ممكن الشخص يكون عايش وهو ما يعرفش ان هو عنده نقص في جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز لغايه لما تبدا تظهر ايه؟ تظهر عليه الاعراض. فايه هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز؟ ده عباره عن انزيم بيعتبر عامل مساعد في كمضاد، بيعمل وبيشتغل مع مضادات الاكسده داخل الجسم. معروف ان هو طبعا بيتكون داخل الجسم حاجه اسمها الفري راديكالز، اللي هي عباره عن اسمها الشوارب. الفري راديكالز دي بتشمل حاجه زي السوبر اوكسيد، وحاجه زي الهيدروكسيل جروب والهيدروكلوريس اسيد، وفي حاجه الناتيك اوكسيد. احنا اللي هيهمنا هنا في الميكانيزم، في اللي هيهمنا هنا في الطريقه، الجزء الخاص بالجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، هو ايه دوره بالظبط في التفاعل عشان تظهر الاعراض بتاعه اللي هي بتاعه الفافيست. اول حاجه عندي هنا بيتكون، بيبقى فيه طبيعي داخل الجسم بيتكون اللي هو السوبر اوكسيد. السوبر اوكسيد ده عباره عن ذره اكسجين، ذره اكسجين عاديه ناقصه الكترود، فيها الكترود ناقص في البدلات اللي موجوده حوالين ذره الاكسجين. فهنا بقول عليه سوبر اوكسيد. واسمه راديكال ليه؟ اسمه راديكال لان الفري راديكالز دايما اسمها الشوارد، يعني شارده، يعني تبحث عن اي جزيئ قريب، اي حاجه قريبه منها تاخد منها الكترون عشان توصل لحاله الثبات. فهي بالتالي عباره عن جزيئات فيها الكترون ناقص، فيها الكترون ناقص، وبالتالي تبدا السلسله عندي السوبر اوكسيد لما يتكون داخل الجسم. طبيعي السوبر اوكسيد لما يتكون بيتشال الانزيم، الانزيم ده اسمه سوبر اوكسيد ديس بيوتيز، سوبر اوكسيد ديس بيوتيز، وده اللي بيخلي الجسم يتخلص من السوبر اوكسيد، بس بيديني حاجه ثانيه اسمها ال H2O2 او اسمه الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد ال H2O2 ده الجسم بيتخلص منه عن طريق انزيم ثاني، الانزيم ده اسمه، الانزيم ده اسمه ايه؟ اسمه الجلوتاثيون بيروكسيديز. الجلوتاثيون بيروكسيديز، الجلوتاثيون بيروكسيديز، لكن عشان يتم التفاعل ده بيبقى في عندي هنا اهو بيتفاعل ال H2O2 مع الريديوست جلوتاثيون، مع ريديوست جلوتاثيون. نتيجة التفاعل ده الجسم بيتخلص من H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، وبيديني اوكسيدايزد فورم اوف جلوتاثيون، اوكسيدايزد فورم اوف جلوتاثيون. طبعا عشان الجسم هنا الموضوع يمشي بصورة طبيعية، لازم الاوكسيدايزد فورم اوف جلوتاثيون بيرجع تاني للريديوست فورم، وبالتالي الريديوست فورم ده بيستعمل تاني في ان هو يزيل ال H2O2 من داخل الجسم. عشان تتم الحكايه دي بصوره طبيعيه بتتم في وجود انزيم ثاني مضاد للاكسده اسمه جلوتاثيون ريدكتيز، جلوتاثيون ريدكتيز. عشان الجلوتاثيون ريدكتيز يعمل الحكايه دي بيحتاج عامل مساعد، عامل مساعد اسمه الناب بي اتش، اللي هو بيحوله الى الناب بي. تمام؟ طيب عشان الناب بي اتش ده كعامل مساعد مهم لعمل الجلوتاثيون ريدكتيز عشان يقوم بالمهمه دي، المفروض انا عندي هنا الناد بي ده يتحول تاني للناد بي اتش في وجود الانزيم بتاعنا اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، ديهيدروجينيز. فبالتالي انا لو بصيت على التفاعل كده هلاقي ان جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز كل دوره اللي هو بيوفر لي الناد بي اتش اللي هو مهم بيستعمله جلوتاثيون ريدكتيز عشان يرجع الاكسايزد فورم اوف جلوتاثيون ريديوسد فورم عشان الجسم يتخلص من الاتش 2. طب ايه اللي هيحصل لو حصل ديفيشنسي في جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز؟ طبعا مش هيتكون عندي ناد بي اتش،
الجلوتاثيون ريدكتيز مش هيشتغل بصوره طبيعيه. ده الفيديوز الجلوتاثيون مش هيتكون، هيزيد عندي الليفل بتاع الاتش 2 او2 هيتكون منه كميات كبيره، ده بيتحول الى هيدروكسيل راديكال، بيتحول الى فريديكال تاني اسمه هيدروكسيل راديكال، وده اللي بيعمل مشاكل داخل خليه الدم الحمراء، واللي بيعمل مشاكل داخل اي خليه داخل الجسم لما يزيد بكميات كبيره. فبالتالي طيب ايه اللي هيخلي الحكايه دي تحصل؟ اللي هيخلي الموضوع ده يحصل لما الجسم، يعني بقول الشخص ابارنتلي هيلثي، لكن لما بيتعرض لبعض الادويه اللي هي بتزود البرودكشن اوف بتاع بتزود الانتاج بتاع الفري راديكالز، او بعض انواع الاطعمه زي الفاجينز زي الفول يعني الجينز والكوليات، في الحاله دي بيحصل زياده في انتاج الايه؟ في انتاج الشوارب. لما يزيد عندي الشوارب بيزيد الاتش 2 ده بيعمل ايه؟ بيعمل حمل على الجسم، حمل زايد على الجسم، ان الجسم عايز يوفر كميه اكبر من الدال بي اتش عشان يحاول يرجع تاني الاكسايز فورم يعني الريديوست فورم والعمليه تمشي والسلسله تمشي تمام. فبالتالي هنا المشكله كلها في ايه؟ المشكله كلها بتحصل لما يبقى في ادويه بتزود كميه الفري راديكالز اللي موجوده داخل الجسم، لكن نظرا لان في نقص في انزيم الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز فالتفاعل كله متلخبط فبيؤدي الى زياده الفري راديكالز وبتحصل المشكله اللي هي داخل ايه؟ داخل الجسم. طبعا زياده الفري راديكالز داخل الجسم بتعمل ايه؟ بتعمل وتؤدي الى بتاثر على الهيموجلوبين، بتاثر على تركيب البرين اللي هو الغشاء بتاع الخليه، بتؤدي الى هنا يحصل تكسير لخلايا الدم الحمراء ويحصل لها هنا ايه؟ يحصل لها تكسير ويحصل اللي يحصل تكسير لخلايا الدم الحمراء بتحصل هيموليسيس، تحصل تكسير وده اللي بيؤدي الى اعراض ان هو بتبقى فيه هنا انيميا تحليليه او انيميا تكسيريه، وطبعا بتظهر اعراض بقى المختلفه للانيميا هنا اللي هي بتاعه دي الانيميا الفول او دي الفافيز او الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز اللي هي عباره عن انيميا طبعا تكسير في خلايا الدم الحمراء، نقص في عدد خلايا الدم الحمراء، نقص في الهيموجلوبين، زياده وجود ويظهر البول عندي هنا يظهر فيه بلد دم في البول، وجود صفرة. طبعا دي كل الحاجات سببها ايه؟ سببها اللي هو الموضوع بتاع الجلوكوز، الموضوع هنا بتاع النقص الجلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز، دي من الحاجات برضه وجود كميات كبيره من الريتيكولوسايتس داخل البلد داخل الدم. دي كلها يعني هتظهر عندي اللي هي الاعراض بتاعت الانيميا التكسيريه، سواء كانت اعراض كلينيكيه او كانت اعراض او كانت ايه او كانت حاجات يعني معمليه. قدمت برضه العلامات المميزه للجلوكوز 6 فوسفيت، يبقى اول حاجه بتحصل هنا بيحصل زي ما قلنا بيحصل هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا يعني بيحصل انيميا تكسيريه، تكسير في خلايا الدم الحمراء باعراضها المختلفه زي ما قلنا وجود الصفره وجود نقص على خلايا الدم الحمراء، نقص في الهيموجلوبين، نقص في الماجنسيوم فوليوم حجم الخلايا المصمته، زياده في الريتيكولوسايتس الخلايا الشبكيه الموجوده في الدم. بيظهر عندي برضه حاجه في خلايا الدم الحمراء اسمها الهاينز بادز، الهاينز بادز، الهاينز بادز دي علامه مميزه من علامات وجود زياده في اللي هو في الشوارب او زياده في اللي هي المؤكسدات داخل خلايا الدم الحمراء. طبعا داخل خلايا الدم الحمراء موجوده عندي كده تمام، وبيبقى فيها جزء طالع من الخليه ده اسمه بقول عليه الهاينز بادز، بقول عليه الهاينز بادز تمام. الهاينز بادز ده بيبقى كده وهو موجود، لو انا هبحصه في لو انا هبحصه في الصبغه العاديه زي الجبس ستين هلاقي لونه ابيض موجود على البريفري على طرف خليه الدم الحمراء، لكن عشان يظهر لازم اصبغه بصبغه معينه زي الكريستال بايب عشان يظهر عندي باللون واشوفه واعرفه ان هو الهاينز بادز. لكن لو انا هصبغه هات له الصبغه العاديه بلاقي شكله كده وبلاقيه بيلمع وموجود على طرف الخليه. طبعا لما بيروح ده الخليه دي لما بتروح الاسبرين، الاسبرين او الطحال بيشيل الجزء ده، بيشيل الجزء ده فبتتحول الخليه بتبقى بالشكل ده، بيبقى الخليه فيها جزء هنا بتتاكل من الخليه تمام بتتاكل محمر. الشكل ده بيبقى اسمه بايت سيل، اسمه فايت سيل يعني الخليه فيها عضه، في حاجه عضه في الخليه نتيجه لوجود الاسبرين طحال شال الجزء بتاع الهاينز بادز. دي برضه معناها من العلامات المميزه
للاكسديتيف ستريس، وجود ضغوط اكسده داخل خلايا الدم الحمراء، وبتبقى برضه علامات مميزه جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز. ايه هي بقى انواع نقص جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز؟ اول حاجه عندي موجوده هي اسمها درانك انديوست. درانك انديوست يعني في مجموعه من الادويه لو الشخص اللي هو عنده جلوكوز 6 فوسفات نقص جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز اهل الادويه دي تبدا تظهر عنده الاعراض لها، مثلا حاجه زي الاسبرين، مستمر الادويه موجوده بتبقى ليها علاقه بالموضوع ده. الموضوع الثاني اللي هو اسمه الفافيزم. فافيزم ده طبعا نتيجه ان الشخص بيتناول نوع من انواع الكوليات اسمه الفافابين. فافابين او احنا بنقول عليه اللي هو الفول، عشان كده الانيميا دي بيسموها انيميا الفول. فبالتالي ده بيبقى سبب من اسباب زياده الانوكسيدات داخل خلايا الدم الحمر، فبيؤدي الى ظهور اعراض المرض على الموضوع الثالث اسمه ديوليتال. ديوليتال جلوكوز 6 فوسفات ديوليتال جلوكوز 6 فوسفات ديوليتال ديفيشنسي، وده بيحصل برضه في الاطفال اللي هم في الرضع نتيجه ل اللي هم عندهم نقص في جلوكوز 6 فوسفات ديوليتال، وده بيكون سببه لان هو البلك اللي هو جاي من الام بيبقى فيه مؤكسدات. في المؤكسدات دي يا اما الام تناول الطعام من الاطعمه اللي هي بتحتوي على زياده في المواد المؤكسده زي الفافابينز مثلا، فالميتابولايتس بتعدي الحاجات دي للطفل الرضيع، او بعض الادويه نفس الحكايه بتعدي للطفل عن طريق البلك عن طريق اللبن، وتظهر عليه الاعراض بتاعت الايه؟ بتاعت الفافيزم او بتاعت الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفيشنسي. وده اللي هو مرض اللي هو الفافيزم او اللي هو انيميا الفول او اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفيشنسي. زي ما قلنا ان المرض ده بيحدث نتيجه لزياده المؤكسدات داخل خلايا الدم الحمراء، وده طبعا هنا في الحاله دي بيبدا النتيجه لزياده المؤكسدات بتزيد اللي هي الشوارب داخل الخليه، وبتبدا تحصل مشاكل جوه الخليه بتؤدي الى زياده في تكسير خلايا الدم الحمراء، وبتظهر الاعراض بتاعه الايه؟ الاعراض بتاعه الهيموليتيك انيميا او اعراض الانيميا التكسيريه على المريض.